السلام عليكم مساء الخير عليكم يا خوتي شنبغيكم اليوم جاونا واحد الضياف عزاز علينا وعزاز على كيما قلت عزاز على كاع الجزائريين دي اس بي بي سي فيها اخونا حبيبنا بدون مجامله اخوتي العزيز والله العظيم راكم بالك تعرفوني خاطيني البيبليسيتي خاطيني منها مي حاجه اللي يكون مليحه واحد يهضر عليها الانسان اللي يقول لك خدمه في النقيب في الشباب ما شاء الله حاجه طوب 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 يعني الانسان يريح لها وانا كما ريحتلاش والله ما نهضر عليه يا خويا الله يعطيك الخير الله يسلمك والله يعطيك الخير ان شاء الله وزيد كمل في خدمتك ما شاء الله الله يبارك وجيست كيما يقول لك جيست هذه الضحكه تاعك وجيست كيما يقول لك شي خدمتنا حمل الله يحفظك هذا ما نقول لك الله يحفظك لا بروشين فوا راني نجي ديجا ونخدموها ان شاء الله وتشوفها وتعطينا رايك ثاني نتايا وسي حمك الله يعطيك العز والرضا يا بار برولا الله يعطيك العز الله يحفظكم خوتي العزاز ميرسي وسي حمو زاكي كيشت الباب شاف كيشت الباب تاعو كيشت الباب تاعو غادني الحال باسكو وين تشري لي برودوي تقول انت امبورطاسيون دو كاليتي ومن بعد تلحق لنا هنايا لحقت لهنا شفتو فوالا جوستومون انا هذيك اللي درت لا فيديو كي لحقت لهنا شفت باب كيما هذه ولا غادني الحال وقلت له باذن الله تشوف نطلع نجي لوهران نجي نخدمو لا كابين دو دوش هذيك ديجا ماشي لا بورتا كورديون بلاصه هنا بلاصه كابين دو دوش اكورديون نبلاصيوها وتشوفوا لا ديفيرونس بين واش شفتوا اليوم واش راح تشوفوا ان شاء الله لا بروشين انا ناسم اللي قالوا سيدي الله يبارك ناس ملاح وربي يوفقكم ان شاء الله في خدمته ونحبوه بزاف طبعا عمرك وقالوا لي سي كاليتي حاجه منا لا جو فو كو سي با دو لا كاليتي سو كو فو زافي في ايور اللي شفت عند اخرين فوالا اللي خدمنا عند كريم عبد الله ويهضر على اللي خدمنا عند كريم عبد الله خدمه بزاف جيسبر كو نديرو خدمه ان شاء الله دونك دوك واش رانا نهضروا لا بروشين فوا كي نديرو لا فيديو تشوفوا اسكو واش راني نهضر سي سوا سوا واش راح يشوف هنايا سي حمو سي دابا اون فاكون فاري فوالا اون فاري تما يهضر واش كاين نخدم حمو يعطيك الصحه بارك الله فيك يعطيك الصحه السلام عليكم السلام عليكم بي اس بي بي سي معكم هنا اليوم رانا في وهران درنا مونتاج لكريم عبد الله وكي كملنا له كريم عبد الله عجباتو الحاله وكلش دونك لقاو لا فيديو تاعو في لاباج تاعنا ولا في لاشين تاعنا ومن بعد عيط له صاحبو كي دار لا بيبليكاسيون عيط له صاحبو حمو راكم تعرفوا حمو تاع وهران باكتور فوالا دونك جينا لدارو باش نشوفو لابورت هو قال لي عندي بورت اكورديون فيها مشكل انا كي جيت شتها دونك باش نوريكم لا ديفيرونس بين لابورت ايطاليان و لابورت اكورديون شينواز ولا تاع فيتنام شوفوا كلش طاح لي رولات تكسروا هنايا باسكو على لي رولات يحبسوا لهنا درت لكم فيديو عليها شوفوا كيف تكسر له وهذا سي دي بي في سي ريسيكلي باش الناس ما تزيدش تكلخ دونك توجور تبعوا لي فيديو تاعي تعرفوا لابورت ايطاليان كيف دايره راني درت لي كاركتيريستيك تاعها درت كيفاه مخدومه كيفاه دونك هذه تاع فيتنام شوفوا لا رولات تاعها كاين فيس داخل لهنا دونك هو اللي كسر هادو فوالا دونك هاي ديك لابوني تاعها دونك لو ميكانيزم الداخل سي دو بلاستيك هذا بلاستيك على هذيك اللي تكسرو دونك سا فونكسيون هذه ما تخدمش ما تغلق ما والو دونك هذه كاع باش الناس تعرف ما تتكلخش لا بروشين فوا وين كاين دي فوا دي برودوي شينوا يبريزونتيهم كوم دي برودوي ايطاليان هذه لا فيديو درتها سبيسيالمون باش الناس تعرف الفرق تدخلوا برك في لاباج ولا في لاشين يوتيوب تلقاو بي اس بي في سي ديكوراسيون وتلقاو لي فيديو لي درت باش انسان يدير فرق بين لابورت دو كاليتي ولابورت كونترفي فوالا ومام لو بي في سي لوي مام الي ريسيكلي وهنا ما تجيش لابورت اكورديون نورمالمون تجي كابين دو دوش باش ما تخليش الماء باش يخرج باسكو هو يدوش لهيه دونك لازم تكون لاكليسيال من تحت ولاكليسيال من فوق فوالا باش ما تخليش الماء يخرج من داك دونك سي با لابورت اكورديون اللي تبلاصا لهنا هادي تبلاصا في لونطري كيما هنا تقدر تبلاصي لابورت اكورديون باسكو علاه لاكسي باش تدخل سال دو بان ولا تواليت دونك هنايا تجي لا كابين دو دوش لا بروشين فوا كي نعاودو نولو كي نمونطيو لا كابين دو دوش تما تعرفوا لا ديفيرونس بين هذه لي طومبات ولا كابين دو دوش لي برودوي تاع لو بي في سي تاعها سي ايطاليان دونك من بعد كاين لي دو باغيت هادو هادي لا باغيت لي فيها وين تكروشي لا سيرور تجي من الكوتي لي منا جهه لا بواني وهادي هي هادي كوتي لي تجي فيها لا بومال هادي تجي منا دونك نبداو تاع لا بومال نحيو لا بومال هايليك تنحى فوالا هايديك ونسكموها ونفيسيوها في بلاصتها هايديك بلاصتها نفيسيوها
Donc, t'engager le vis qu'on C'est le vis rapide. On te prépare les places là. On va te kemmel de les vis là. De la wahda, zouj, tlata, wahda, arba, les vis là. Les postes. Nous allons nous la pommelle. Hadi la pommelle. Nous allons nous la place là. Mais nous allons nous la place là. Ok, nous allons crocher le bab. Donc, hada, il y a le sens inverse de hadi. هادي هاي لك هادي رايحة لها دونك هذا يكون للداخل وإلا كانت هادي جاية الكوتي الآخر هادي تعود تقلبها دونك هنايا رانا سوا سوا هكذا دونك واش نديرو نعاود نردوها بلاصتها ندخلوها من الفوق فوالا هاديك سي بون ومن بعد هادي ندخلوها في بلاصتها وكيف نديرو نميلو شوية الباب ندخلوها من الفوق ونبداو ندخلو حبس ومن بعد عندنا هادي اللي فيها الكروشي اللي كروشي فيه لاسيرور هايليك فورغا فوالا هاي ليك مونطينا الكوتي هذاك تاع لا سيرور هاي ليك نديرو ليسي هاي ليك طارق بن مفتاح هاو ليك فوالا بعد بعد دير الله الله ونقريسيوها بلا فازلين هنا نديرو لها الفوق الفوق نديرو لها لا فازلين هنايا باش تعاونها تولي تقليسي رابيدمون شوفوا الاسباس اللي بقات على لاكسي دونك لاكسي تدخل عادي شحال فيها قلنا العرض هادي قلنا 82 هكذا كون فوالا دونك هكذا شوفوا لاكسي تدخل عادي ومنا كي تحط تحط كشاف سامنا ما عندكش باب تجيني دور لهنايا شوفوا ديجا السيد عنده طابله لهنا دونك طابله هذه ايماجي كون كانت باب ما يقدرش يفتح الباب هذا تجيني الطابله ومن طون الدوزان اللي يكون منا كاع يكون مخبي مي هكذايا عنده لاكسي اربح لي سباس في الكوزينه السلام عليكم خويا نقول لك حاجه فوتنا ان اكسليرونت سواري جورني فوتناها غايه خويا بي في سي دار هكا بلاصي لي الاهلا سقمني ستيكاني تاع ايه ما تزيدش تزغط كاع الحمد لله فوتناها غايه فرحنا ها تريبيان وكيف كيف بانوا لك ناس الغرب قاموا فينا داروا لنا الدجاج فطرنا عنده ما شاء الله الله يبارك الحمد لله وقال لي دير لي قصيده على الشيبانيه قال لي قصيده على يما قال لي الشيبانيه ونحيوها من هذا المنبر ونقول لك الحاجه الله يحفظك شوفي جبتي جينيراسيون الله يبارك غادي يرحموا عليك في الدنيا والاخره ان شاء الله عندك اولاد ما شاء الله احسن تربيه الحاجه هذه في خاطرك قال لك تشينا والمشمش والتمر نبدا باسمي بالله اكبر يا انسان مع والديك تعلم تهدر اعطيهم شويه قيمه وقدر باسكو ربي عطاهم ولازم انت تعطيهم اكثر اتفكر ما بين من كنت ما بين الجلد والظهر تتخبط 8 شهور ولا اكثر 9 شهور وانت تظهر ونهار اللي زدت عند امك كي شغل زاد عندها الشمس والقمر امك فرحت وبوك كثر وقالت ندير لولدي منير زردة تاع شهر وتحيا منير خويا والحاجة كي كبرت وكبرت منير رضعتك حليب الزر ومن بعد عامين قاصتك بور الظهر وليت انت تقبش وتعض وما جايب خبر ودروك منير كبرت وليت راجل الحمد لله ودي دعوة الخير ما عند الوالدة إن شاء الله إن شاء الله بارك الله هي الحاجة راك تسمعي هذه في خاطرك إن شاء الله وفي خاطر الناس الجزائر وفي خاطر كاع القبائل أون جينيرال ربي يحفظهم من القنت للقنت وتحية الجزائر خويا وتحية منير خويا وإن شاء الله ربي يوفقه في التجارة تاعه وياه يعطيك الصحة كريم وهذه ماشي غير اليما برك ثاني والأمهات كاع إن شاء الله والناس باش يعتبروا من هذه القصيدة هذه إن شاء الله
ويتهلاو في والديهم وبر الوالدين. هذا من عند ربي سبحانه يقول لك هذا هو البليز امبورطون باش الانسان يدخل الجنه ما يقدرش يدخل بلا بر الوالدين ان شاء الله. وكاين حاجه مهما قالت امك مهما زقت عليك يقول لابوك في زوج تكون عاقل معاه يقول لك الصمت حكمه ومن مو تتفرق الحكايه. لو كان منطق ولد لي ماما ما يجي ولد الحنشاين وفهم يا الفهم. ايوه السلام عليكم صحيتو.